المنحة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، احنا لينا كتير ما تكلمناش عن المنح المقدمة في الدولة دي، وهي منحة جامعة القاسمية للدراسة في الإمارات العربية المتحدة. والمنحة دي ناس كتير من متابعي قناة دكتور المنح كانت طالبة ان احنا نشرحها، ولكن كان في مشكلة بسيطة ان الناس طالبة ان احنا نشرح المنحة في الوقت اللي المنحة مش فاتحة فيه. فلما المنحة فتحت اديني بعمل لك الفيديو. المنحة دي منحة ممولة بالكامل، أنا بتغطي لك تكاليف السفر، تكاليف الدراسة، بتدي لك راتب شهري، بتوفر لك سكن مجاني، تأمين صحي، ولذلك هي منحة ممولة بالكامل. وخلال الفيديو بتاعنا زي ما حضرتك عارف عزيزي متابع قناة دكتور المنح، إن إحنا بنتكلم عن التفاصيل والمميزات والمستندات المطلوبة، وهنعرف مع بعض شرح طريقة التقديم على المنحة خطوة بخطوة. فأنت كده اقعد واتفرج على الفيديو عشان خاطر حضرتك تعرف إزاي تقدر تقدم على المنحة دي بنفسك. ويا ريت ما تنساش دعمنا بلايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك، فعل زر الجرس على اول او الكل عشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات اللي احنا بنعملها. ولو مش بيوصلك اشعار ممكن تلغي زر الجرس، وما تنساش ان انت ترجع زر الجرس مره تانية. ولو انت عايز تدعم القناه ماديا بتلاقي تحت الفيديو في قلب كده وجنبيه كلمه شكرا لو انت حابب تدعمها ماديا. مش حابب دي حاجه ترجع لك، يكفي دعمك بلايك لينا. ويلا بينا دلوقتي نروح على اللابتوب بتاعنا. ازيكم يا شباب مره تانية، وزي ما قلنا بنتكلم عن منحه جامعه القاسميه للدراسه في الامارات العربيه المتحده، يعني الدوله المستضيفه هي الامارات، والمنحه اسمها منحه جامعه القاسميه، والدراسه بتاعتك هتكون في الجامعه نفسها. بتقدر تحصل على درجه البكالوريوس، وكمان بالنسبه للمنحه دي فيها تخصصات مختلفه. ايه هي التخصصات الموجوده بالظبط عشان خاطر لما تسالني في الكومنتات هقول لحضرتك ان هم مكتوبين في الابلكيشن وكمان على الموقع بتاعنا وانا ذكرتهم. في كليه الاتصال، في كليه الاقتصاد والاداره، كليه الشريعه والدراسات الاسلاميه، كليه القران الكريم، وكليه الاداب والعلوم الانسانيه. دول هم الكليات الخمسه اللي موجودين داخل الابلكيشن الخاص بمنحه جامعه القاسميه، وتقدر ان انت تختار اتنين، رغبه اولى ورغبه تانيه، تمام؟ يبقى دي البرامج، والمنحه دي مقدمه لجميع الطلاب من جميع انحاء العالم. وعايزك تركز معايا في اللي جاي وخصوصا المستندات عشان تكون فاهم انت مطلوب منك ايه. بالنسبه لمميزات المنحه، تكاليف السفر والتاشيره والراتب والاقامه والكلام ده كله والسكن والدراسه بيكون عليهم. اما بالنسبه للجزء الخاص بالمستندات المطلوبه فهو مكتوب هنا، ولكن خلينا نروح على الموقع الرسمي مباشره عشان خاطر تشوف كل حاجه من الموقع الرسمي، ونفتح لينك التقديم المباشر. طيب هنا بتشوف معايا الموقع الرسمي الخاص بجامعة القاسمية، تمام؟ هنا بيقول لك قبل ان تسجل وسجل الان وبعد التسجيل. بالنسبة للمستندات المطلوبة، مطلوب منك الشهادة الثانوية الأصلية، طبعا أنت بترفقها في الأبلكيشن، ولما حضرتك بتسافر أنت بتاخدها معاك، ده الطبيعي. بيكون طالب منك بيان درجات الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي والثالث الثانوي اللي هو العاشر والحادي عشر والثاني عشر. بالنسبة لتصديق الشهادات من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية في الدولة الصادرة منها الشهادة، دي بتعملها حضرتك في الدولة بتاعتك. هتسألني يا مريم هو أنا لازم أصدق الأول قبل ما أقدم؟ الكلام واضح، أنت لازم تصدق الشهادات بتاعتك، بتترجم الشهادات الأجنبية للغة العربية أو الإنجليزية. أنت بقى في النقطة دي مش محتاج إن أنت تترجم اللغة العربية، لأن أصلا الشهادات بتاعتك باللغة العربية، فأنت مش محتاج إن أنت تترجم شهاداتك، تمام؟ بعد كده حضرتك بتحضر ما يفيد اللي هو اعتراف وزارة التربية والتعليم في الدولة التي صدرت منها الشهادة اللي هي الدولة بتاعتك، سواء كان معهد أو شهادة ثانوية. أنت ده حضرتك هتجيب فيه إيه؟ يعني إيه الإقرار ده؟ إن الدولة بتاعتك هتسمح لك إن أنت تدرس في جامعة القاسمية في الإمارات العربية المتحدة، تمام؟ وطبعًا بيقول لك ترجمة جواز سفر للغة العربية، يعني أنت مش محتاج تترجم جواز السفر بتاعك، ما هو أصلًا باللغة العربية، فدي ميزة لكتير من الطلاب العرب، تمام؟ بعد كده هنا حضرتك بيقول لك إيه؟ لو أنت هتقدم على كلية الاقتصاد والإدارة لازم يكون معاك شهادة توفل أي بي تي بدرجة 61، أو مثلًا سي بي تي بدرجة 173، او مثلا لو انت هتجيب له امتحان بي بي تي يكون بدرجه 500. يعني من الاخر لو انت هتقدم على كليه الاقتصاد والاداره فانت لازم يكون معاك شهاده من الشهادات دي، تمام؟ اما لو انت بتقدم على كليه الاتصال فانت لازم يكون معاك برضو شهاده من الشهادات دي، ولكن خلي بالك ان كل شهاده بيكون ليها درجه معينه. خلي بالك ان شهاده الاي بي تي هنا كانت 45، يعني عايز منك 45، هنا شهاده الاي بي تي عايز منك 61. وعلى فكره الدرجات دي يعني
مقارنة بمنح تانية ولا حاجة ولا حاجة. عايز منك صورة من جواز السفر وعدد 12 صورة شخصية وإثبات الحالة الجنائية إن أنت ما عندكش أي جرائم، وكمان حضرتك هيكون طالب منك حسن السير والسلوك، ممكن تجيبه من المدرسة، صورة من شهادة الميلاد، ودي بالنسبة للشهادة الصحية بتقدر تجيبها من أي مستشفى حكومي قريبة منك. دي بالنسبة للمستندات. بعد كده أنا بيقول لك سجل، وهنا الخطوة الثالثة بيقول لك بتعبي الطلب والكلام ده كله هنشرحه مع بعض. ممكن تضغط على سجل الآن، وأنا بالفعل ضغطت للتقديم مباشرة. أيا كان هما الاثنين هيدخلوك على الابلكيشن. هنا بيقول لك التعليمات، البرامج، البيانات الشخصيه، معلومات الاتصال، المؤهلات، اللغات، مستندات اخرى، كل حاجه كمان باللغه العربيه. طيب هنا بيقول لك ايه؟ ادي هنا البرامج بالنسبه لفصل الخريف، كل حاجه احنا كده عدينا التعليمات والبرامج. هنيجي بقى لايه؟ اختيار البرنامج. الرغبه الاولى تختار الكليه اللي انت عايز تختارها كرغبه اولى ايا كان الرغبه بتاعتك ايه. وهنيجي بعد كده بعد ما بنختار بيفتح لك تخصصات، يعني هنا بيحمل كام تخصصات، ادي التخصص الموجود. بعد كده الرغبه الثانيه بنختار ايا كانت الرغبه الثانيه على حسب رغبتك طبعا، وبتختار بعد كده التخصص. بعد كده البيانات الشخصيه، اسمك بالكامل باللغه الانجليزيه زي ما موجود في جواز السفر. ايه حل يا ماريو ان انا مش معايا جواز سفر؟ الحل ان حضرتك تطلع جواز سفر. الكلام ده كله قلت لك في كذا فيديو، ولو انت ما كنتش طلعت جواز سفر لغايه دلوقتي الفرصه دي هتضيع عليك، صدقني يعني ما تزعلش مني وخلينا صراحه مع بعض، يبقى انت السبب، لان انا كتير نصحتك وانت ما عملتش بالنصيحه دي. بعد كده بيقول لك اسمك بالكامل باللغه العربيه، الجنسيه بتاعتك طبعا لو انت عندك جنسيات سابقه، ولكن لو ما عندكش خلاص الجنسيه الحاليه والسابقه هي، يعني مثلا انا مصري هختار الجنسيه الحاليه مصري والجنسيه السابقه مصر. حسب جنسيتك بتختار، بتكتب رقم جواز السفر بتاعك، مكان اصداره، تاريخ انتهاء جواز السفر، ورقم الهويه الشخصيه الخاصه ببلدك، طبعا دي حاجه معاك اللي هي البطاقه الشخصيه. لكن هنا رقم الهويه الاماراتيه حتى كاتب لك هو للمتقدمين من داخل دوله الامارات فقط، يعني انت مالكش دعوه بالموضوع ده. بعد كده تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، بعد كده هنا بيقول لك النوع سواء كانت ذكر ام انثى، بعد كده الديانه اذا كان مسلم او غير مسلم، الحاله الاجتماعيه اذا كان اعزب، متزوج، مطلق، ارمل لا قدر الله يعني. بعد كده هنا بيقول لك هل انت مقيم في دوله الامارات؟ هل انت سبق لك الاقامه في الامارات؟ هل ليك انت قرايب في الامارات؟ هل حصلت على اللقاح بتاع ضد فيروس كوفيد 19 اللي هو فيروس كورونا، ربنا يبعده عنكم جميعا؟ فانت الاجابات دي نعم او لا على حسب انت هتجاوب ازاي، وعلى حسبك الاجابه اللي عندك انت نعم او لا دي ترجع لك انت، ما ترجعليش. يعني ممكن تكون مقيم في الامارات، ممكن يكون ليك حد من قرايبك في الامارات، انا ما عنديش مثلا فانا بختار لا، فانت ممكن تختار نعم. فركز في اللي انت بتعمله واسمع الشرح كويس. عايز منك طبعا صوره جواز السفر، وهنا الصور الحديثه بتاعتك وشهاده الميلاد، الاقامه الاماراتيه دي طبعا انت مالكش دعوه بيها طالما انت مش مقيم في الامارات، وهنا الهويه الشخصيه ممكن ترفقها. بعد كده بيانات العائله، عايز اسم والدك والديانه بتاعت والدك واسم والدتك وديانه والدتك. هنا هل انت موظف؟ لو بتشتغل تختار نعم، لو لا بتختار لا. هنا بيقول لك بهدف تأمين الاحتياجات اللازمه، هل لديك اي اعاقه جسديه او ذهنيه تتطلب ترتيبات خاصه؟ فلو في حاجه لا قدر الله بتعاني منها بتختار نعم، لو لا بتختار لا. بعد كده معلومات الاتصال، بتبدا تدخل له بيانات المكان اللي حضرتك عايش فيه، بلد الاقامه بتاعتك الحالي، المدينه، ايه هو المطار اللي هتركب منه متقابل باذن ربنا، البريد الالكتروني، بتكتب له البريد هنا مره ثانيه، رقم التليفون بتاعك، رقم الواتساب، رقم المنزل، رقم ولي الامر، بعد كده حساب السكاي بي، رابط حساب الفيسبوك، الانستجرام وتويتر، كل الحاجات برضو مكتوبه باللغه العربيه. بعد كده المؤهلات، بيقول لك نوع الشهاده الثانويه بتاعتك ايه، حكومي ولا خاص ولا شبه خاص، فانت على حسب شهادتك تبدا تختار. نظام الثانويه العامه، بتختار نظام الثانويه العامه بتاعك. بعد كده معدل الدرجات بتكتبه، تختار انت كنت علمي ولا ادبي ولا اخرى. بعد كده بتكتب اسم المدرسه، الدوله اللي حصلت على الشهاده منها، يعني انت كنت تعلم في مصر مثلا بتختار مصر، تعلم في دوله الجزائر بتختار الجزائر، وهكذا. المدينه، لغه الدراسه بتاعتك كان بالعربي والانجليزي، ودي واحده من المنح اللي مش هتفرق معاك دراسه بالعربي ولا انجليزي، انت ممكن تكون درس بالعربي بس بتقدم على كليه بعيد عن كليه الاتصال مثلا فهي مش طالبه لغه، فالموضوع ما فيهوش اي مشكله. تاريخ الحصول على الشهاده، بعد كده شهاده الثانويه الاصليه بترفق له صوره منها، بعد كده بيان درجات سنه اولى سنه وثانيه سنه وثالثه سنه. بعد كده هنا بيقول لك شهاده الام سات لو انت عندك بتقدر ترفقها، ما عندكش خلاص. شهاده التوفل لو عندك بترفقها، ما عندكش خلاص. ولكن خلي بالك ان متطلب شهاده التوفل او ايز بيكون متطلب اجباري في حاله ان انت قدمت على زي ما اتفقنا مع بعض كليه من الكليتين اللي طالبين لغه، يا اما كليه الاقتصاد والاداره يا اما كليه الاتصال، تمام؟ طيب خلينا نرجع نكمل. هنا بتيجي معايا بيقول لك شهادات اخرى، حضرتك حصل على دبلوم مثلا او اي حاجه، فانت ممكن تقول له ان انت حصل على شهاده نوع التعليم، الشهاده ايه، يعني كانت شهاده دبلوم عادي دبلوم مهني، حضرتك تقدر تقدم لو مثلا انت كنت في دبلوم مهني من ثانويه عامه او دبلوم فني، اسم المؤسسه التعليميه، وبتقول له هي التواريخ بتاعه الشهاده، يعني انت حصلت على الشهاده امتى، والدوله حصلت منها على الشهاده، والمدينه، وهنا الدرجه، تمام. بعد كده انا كان في حد بيعمل معايا يعني شات على زوم امبارح، وكان بيسال على منح الدبلومات، اتمنى
ان هو يكون بيتفرج على فيديو اهو، يعني جات لك قدم ربنا يكرمك ان شاء الله. بعد كده اللغات عربي انجليزي فرنساوي اللي انت تعرفه، عدد سنوات دراسه اللغه العربيه. طبعا انت بتشوف انت دارس لغه عربيه من امتى، بتكتب له عدد سنوات واسم المعهد اللي درست فيه اللغه، يعني انت ممكن تقول له المدارس اللي انت اتعلمت فيها، لان التعليم بتاعك اصلا باللغه العربيه. بعد كده بيقول لك مستندات اخرى لو حسن السير والسلوك، الشهاده الصحيه، النموذج الاول، هنا بتنقر هنا لتحميل النموذج ده وبتبدا تملا النموذج. بعد ما انا افتحه لك اول ما ينزل عندي اهو، ادي هنا ده كلها بيانات شخصيه، بتكتبها عنك، اسم الديانه، مكان الميلاد، الجنسيه، كل الحاجات دي حضرتك بتبدا تكتبها. وبعد كده بتعمل ايه؟ بكل بساطه بتيجي ترفقه وهكذا مع النموذج التالي. وبعد كده بتيجي بتعمل تشيك على المربعات دي، ووافق ووافق ووافق. وبعد كده قبل ما تضغط على ارسال بتراجع الابلكيشن بتاعك. خلي بالك ان ده ابلكيشن بيتملي مره واحده، ما ينفعش ان انت تعمل سيف وترجع له مره ثانيه. بعد ما تخلص بتضغط على ارسال. وبكده اكون خلصت شرح طريقه التقديم على منحه جامعه القاسميه، اكون انا خلصت الشرح واكون انت برضو خلصت التقديم. واتمنى ان الشرح يكون عجبكم. لو عندك اي سؤال او استفسار اتفضل سيبه في الكومنتات، احاول ارد عليكم جميعا بقدر الامكان. ما تنساش دعمنا بلايك، لو لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك. اتمنى لكم التوفيق جميعا، واشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام.